السلام الله عليكم وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامج المشهد. في هذه الحلقة نتناول على ضوء ذكرى السابعة لتأسيس ميثاق الأحراطين موضوع هذا الميثاق وماذا حقق منذ إنشائه وحتى اليوم، هل أثرت الانقساماته على أدائه وهل حصل على مكاسب للحراطين الذين يتحدث باسمهم. يسعدني أن أستضيف لهذا الغرض الأستاذ محمود أحمد سالم، عضو المكتب التنفيذي لميثاق إعادة التأسيس. أهلا بكم أستاذي الفاضل، شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. ميثاق الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية للحراطين ميثاق يعنى بما ذكر أعلاه في العنوان للحراطين، ماذا حقق على مدى هذه السنوات؟ هل فعلا من مكاسب تحققت تمس حياة الحراطين وترفع من شأنه؟ شكرا. أولا نختار نشكر قناة المرابطون لمواكبة مشاكل المواطنين بصفة عامة وطروح القضايا المواطنة بشكل حيادي، ودائما أنا عودتنا أن دائما تواكب المواطن في حاجياته وأن تكون صوت المواطن اللي كان دائما يؤد أصواته للأسف ما هي مسموعة. وبالتالي هاي القناة كانت من القناة اللي من أشبه القناة المواكبة المواطن في الأرض الميدان وفي الأماكن، كل ما عاد المواطن يحتاج أنه يعطي صوت والله أنه يتكلم عن مشكلة عنده يحس عن القناة المرابطون موجودة هي عنها هي اللي ونشكرها ليه وراجعين له إن شاء الله عنها التوفيق. وما يخص بقضية الميثاق شوي نختار نقول عن الميثاق، ينقال له الميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأحراطين ضمن موريتانيا موحدة ومتصالحة مع نفسها. معناها عن الميثاق ما وكيفة الحركات اللي الحركات اللي حكما عنهم حركات فئوية ضيقة. الميثاق تسميته هو تسمية شمولية فعلا، ما أنها جابت اسم الأحراطين تقدر تقول شوي كعنوان يقال لأن الأحراطين هم ياسر من الشرائح الأخرى واللي كيفتهم مقبول وعنده نفس المشاكل وعنده نفس يقال ما أن الناس أكثر الحركات اللي كانت وردت فيه كلمة الأحراطين يقال ضمن موريتانيا موحدة ومتصالحة مع نفسها. ما يخص بالسؤال قلت لأنه ندري كان الميثاق شنو شحصل الشرائح اللي دافع عنه ويتكلم عنه ظهر لي لأن الميثاق تأسس 2013 في تراكيف قلنا كانت موريتانيا حكما أنها يخرص لها كاملة لأنها تقدر تقول كانت على وشك انفجار يعني تنمات فيها قضية الحركات الشرائحية حتى وقل فيها قدر من الأمور وجر الميثاق من أجل أنه يصالح بين الشعب الموريتاني وأن الشعب الموريتاني كامل يقعد ويتوافق على وثيقة معينة. ودي الوثيقة من أهم شيء جابته أنها شخصت جميع المشاكل اللي مرت بها موريتانيا من استقلالها جاي وجابت ملي اقتراحات الحلول. كان الحكومة كانت أخطأت مع هذا وللأسف إلى حد الساعة النظام اللي كان سابق كان نظام يرعى ذي الأمور كاملة الوطنية برأيي قطعا أنه مختلف مع أداء جميع الأنظمة بالنسبة لنا اللي عايشنا واللي شفنا، لأن ذي النظام ما يطرح قضية القضايا الوطنية اللي موجودة واللي الناس كاملة تعرفها، ما وقابلها بعين الاعتبار ولا وقد قدم لها شيء سوشيني خاطي الشعارات. أي الأنظمة؟ النظام السابق للنظام اللي طالبا اللي تأسس حكم على مدى 10 سنوات هو اللي خلق الميثاق في زمنه. وكان فعلا تأسيس الميثاق ذيك الساعة بعد ام اللي طالبا خمس إيمان والله ستة شافوا قائمين على الميثاق أن يقدر يقول ام اللي أنه فيه شيء من الاختلالات يقدر يقول فيه بعض اللي يقول عنه من السياسة وفي بعض اللي يقول لأنه في قوي وفي بعض اللي كذا غير اختار ملي الميثاق إعادة التأسيس 29 أكتوبر 2016 أنه يقلع الميثاق ملي من ذيك التضاربات ولأن الميثاق يؤد بشكل جديد أنه يؤد عنده إطار قانوني. وأهم شيء سنه ذا الإطار القانوني لأن الميثاق أنه يؤد أولا رئيسه ما ينتمي الحزب السياسي أنه يؤد شخصية مستقلة، وكان رئيسه ذيك ساعة أحمد فالو الهنضية واستقال من حزب الإعراف ده على أساس أنه ذيك ساعة مفروض أن رئيس الميثاق أنه يقود شخصية مستقلة سنتطرق للشعبية مولي يقود مولي يجمع بين الموريتانيين كاملين. ما قد قبلنا أن الميثاق أنه يقود ميثاق فئوي أنه الأحراطين عن البيضان عن الكور عنه كذا، بل ميثاق حركة اجتماعية الموريتانيين كاملة. يعني حتى يفهم المشاهد أنتم مثلا لم تقدموا في هذا الميثاق سوى وثيقة تقدمتم بها تتضمن حلولا قدمتم بها للسلطة والسلطة لم تتجاوب معها، هذا كل ما هو متاح لكم.
لا لا لا، احنا ما احنا 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 دي الوثيقه ما ان مقدمينها اولا للشعب الموريتاني، لان الوثيقه لين تقدم للشعب الموريتاني ويقبلها الشعب الموريتاني ويتقبلها ويفهمها تلقائيا عن السلطات، انا فرض عليها من الطبقه، غير لين تقود لحد لا يقبل وثيقه في حجم ويقدمها الحكومه معينه من ارواق جقلال، ونحن نعرف طبيعه الحكومات العظيمه اللي كانت قائمه، لا بد لك من يقود شيء مقتنع به الشعب الموريتاني. احنا كان اهم عندنا عن المواطن الموريتاني. وهل وجدت الوثيقه صدى لدى الشعب الموريتاني تجاوب معها وتفهمها؟ حد شاف المسيرات كاملين اللي مر بهم الميثاق، مازال الميثاق يمشي في المسيره واحده، ولين عاد الميثاق هم اللي عنه جناحين عنده مسيرتين وعنده مسيرتين، تم الحجم وتم الكم وتم التالق من الشعب الموريتاني ما نقص بل نزاد. يعني الميثاق بدا 2013 2014 خلد فنواك شوط، 2016 خلد فنواذيب وركيز، و2017 خلد في عده ولايات من موريتانيا، فيها اللي خلد وفيها اللي متنعلوا. معناها انتم شايفين توسع بمستوى تقبل وتفهم هذه الوثيقه اللي قدمتوا بها والتفاف الشعب الموريتاني حول مطالبكم. صحيح، هذا فاهمين. طيب انتم اسستوا الميثاق من اجل خدمه الاحراطيين وحتى خدمه القضايا العادله كما تقولون بصفه صحيح. عامه. طيب ما سر الخلاف؟ ما الذي جعلكم جناحين الآن؟ ربما هناك شبه تصارع بين هذين الجناحين. أنتم سميتم ميثاقكم بإعادة التأسيس وكأنكم لستم راضون عن التأسيس الأول ولا ترونه هو الأصلح أو الأنجح. ميثاق بإعادة التأسيس له قيادات أخرى، انسحبتم من ذلك الميثاق، اليوم فيه جناحين وهو قضية واحدة وعندكم رأي واحد وقضية واحدة. كان يفترض فيكم المستوى من التفاهم والتعاضد، ما هو هذا اللي ربما قد يؤثر سلبا على أداء الميثاق؟ صحيح اللي تقول، شكرا. هذا اللي تقول شفت هو 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 كل كل كل, كل تفاصيل عندها شياطين. احنا كيف قلت لك الميثاق وأسس لانه بدايه والبدايه كامله عندها اكراهات. والبدايه الميثاق تاسيسه 2013 ما فات الموريتانيين فهمت شنو مفروض لانك تظهر بثوب يقدر يقود شوي ملائم مع الناس اللي تعرف الناس انت اللي وعد هو شنو. ولذلك الاساس الميثاق تاسيسه ما كان عنده رئيس، كان اصلا ورقه غطى الدكتور احمد فارس نضيه وجماعه ما يجازيهم خير، وندى ايطولها الناس كامله واتصلت بها الناس كامله وعدلت عليها ذاك العنده من الملاحظات لان تفسيقتها النهائيه خلق اعلان اللي تعرف 29 ابريل 2013 بدار الشباب. صحيح. المسيره اللي لا تعدل 29 ابريل 2014 ذي المسيره يترأسها محمد سعيد والهمودي رحمه الله علينا وعلى وهذا محمد سعيد والهمودي كان معروف على انه شخصيه وطنيه وكان حريصين اهل الميثاق انهم يظهروا للموريتانيين بشخصيه وطنيه كيف محمد سعيد والهمودي، ياك ما يقود قلت لك انه ميثاق في قوي والله ميثاق كذا. وبالتالي مع الفتره من الزمن ومع المسيرات كاملين وقله التعاطي الدوله والنظام مع الوثيقه يعني يفرض لان الميثاق لابد له من يقود شكل باللي النظام عاد يقول لانه ميثاق من المعارضه وانه ميثاق من الاحراطيين وانه ميثاق كذا، عاد هو اللي جرأ لانه لابد تعدل اعاده التاسيس. ولا نقول لك تأسيس الميثاق 2013 ما كان عنده إطار قانوني، كان يقتصر الذي اللي ينقال له الوثيقة، الوثيقة الصادرة 29 أبريل 2013 يقير إعادة التأسيس كانوا الميثاق كاملين متوافقين عليها. طيب لماذا ما يعود هي إعادة التأسيس توافقوا عليها الميثاق هذه في الإطار القانوني؟ هذه توافقوا عليها محل عندكم جناحين، هذه توافقوا عليها كاملين الميثاق وعدلت وعدل فيها وعدل إطارها القانوني حكما عنه بأغلبية جماعة الميثاق اللي ذيك الساعة اللي قال لها اللجنة الدائمة، الميثاق كانت عنده لجنة دائمة. صحيح. وذيك اللجنة الدائمة هي اللي توافقت في بعض اجتماعاتها أنها لا يتعدل إطار قانوني وأنها تعدل تقريبا إعادة التأسيس. في بعض المراحل الأخرى هو اللي لا يخلق فيه الخلاف اللي تكلمتوا عنه، أنا قاعد ما نعتبره عنه خلاف، نعتبره لأنه أنه هو أنه لا تقاسم أدوار لأن خالق شيء من الخلق. حتى نفهم ما طيب أنتم سميه ما شئت، ما سر هذا الخلاف؟ هذا الخلاف المواطن الموريتاني يراه خلافا لأنه تم الإعلان عن ميثاق يحمل قضية عادلة، فجأة إذا به جناحان يتصارعان، جناح الهمضية وجناح هذا العيد المحمد. هذا الخلاف هذا الخلاف لأنه قلت لك ذا الخلاف اللي قد يقود فيه مشي قد يقود فيه الجانب السياسي، خالق مجموعة عدلت إعادة التأسيس جاد عليها عن الميثاق أنه يلا يقود إطار وطني ما يخضع لتوجهات أي حزب ولا شريحة معينة، أنه يخضع للشعب الموريتاني والقضايا الوطنية. هذا كان ضمن المبادئ التي تأسس عليها. هذا هو اللي اليوم بادئ للميثاق إعادة التأسيس، وهو الأساس خالق أهم شيء نقطة قد تقول جرد شوي من الخلاف باللي الميثاق
حسب واحدين راح محمد سعيد والهمودي انه مباشره يا الله حد من نواب محمد سعيد والهمودي انه يقود هو الرئيس بلو وتوه عن الامور تقود ماشي بالسيف يقير اغلبيه من المواطنين والاغلبيه من الفائلين في الميثاق بالنسبه لهم ان الميثاق انه ما يلا يقود يشكل تحت يافضة حزب سياسي ولا منظمة مولي عند أي رقاش عن أي حد عنده منظمة والله عنده حزب سياسي يا الله يستقيل منه وبالتالي قد يقود رئيس الميثاق غير أي حد عنده منظمة ذات آد معروف تخندقه وتوجهه هي أنا ما معقول لأنه وعلى هذا الأساس رفضتم رئاسة العيد لأنه ينتمي لحزب الإيديك ساعة لا الإيديك ساعة ما كان قاع مطروح كمرشح هذا لا كان الخلاف خلق ثم بارك ظهركم عن هذا الميثاق اللي رأسه العيد ما هو اللي تأسس الصيغة اللي تأسس بها الميثاق لأن العيد عضو في حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد نحن بالنسبة ظهركم عنه يخالف مبادئ الميثاق اللي تأسس عليه الوثيقة الصادرة 29 أبريل 2016 تمنع أي رئيس للميثاق يقول ينتمي الحزب السياسي والله حركة عنه يقول شخصية هاي أصدرتموها أنتم أم أصدرها الكل لا هاي اللي تقول توجه لي الخلاف يقول يوجه لأساس الوثيقة اللي لا يتعدل في إطارها القانوني اللي خلق لي إعادة التأسيس هو اللي كانت كي قلت لك الأكثرية الكبيرة لأنها تميل لأن الميثاق أنه ما يلا يعود يتخندق بحزاب سياسية أنه ما يلا يعود في حركات مولي أخرى ضيقة شرائحية تقد تقود كانت تقود تقود حركة تقد تقود عندها طابعها هي تترأس اليوم حراك أخر يشمل موريتانيين كاملين معنى أن هذا يقد يقود فيه بالنسبة له إحراج وفيه قدر من التناقض مع المبادئ اللي انت الأساس تأسس يقير الميثاق أي رقاج ما يترأس هذه واحدة من ما هو أضوف واحدة من الأمور يقد يقود رئيس عليه بنفس الميثاق الصادر إعادة تأسيس 2016 وهذا يقد يقود هو اللي بعض من الناس ما تفهمه وبعض من الناس يقدروا يقعدوا تفهموا يا غير ما اللي يهم امور اخرى والله ظروف تملي لي والله ظاهر له هو ان هي اللي احسن وبالتالي نحن ظاهرنا لان هذا حد يهم ويجمع الشعب الموريتاني انه يلا شوي خلي الثوب السياسي والشرائح الضيق ياك يقول موريتانيين كاملين اللي قدام طيب اسستم انتم مثلا اعاده تاسيس قمتم باعاده تاسيس وهو الميثاق الذي انتم عضو مكتبه التنفيذي تاسس هذا اعاده تاسيس هذه على نفس المبادئ اللي تاسس عليها الميثاق صحيح نفس الوثيقه مازال يعتبر الوثيقه هي مرجعه نفس الوثيقه الصادره 29 ابريل هي نفس المرجعيه حق هذه المرجعيه للميثاق وتعدلوا مسيره التخليد نفس الشيء صحيح والله ثم مثلا ما زالت المبادئ هي والاهداف هي لكن فقط في قالبين مختلفين صحيح الفرق بينكم هو اهداف المشاهد الفرق عنكم انتم تبنيتم الوثيقه وقلتوا على ما يترأس الميثاق من له انتماء سياسي صحيح وجماعة الاخرى لا يرون ذلك صحيح هذا هو السر يرون انك ما هو ضروري والله هو سر سر, 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 سر طيب من خلال مثلا عمل الميثاق على مدى 7 سنوات سواء جناحكم جناح العيد كيف ترى مستوى اقناع الحراك للشعب الموريتاني ومستوى قابليته لتحقيق المكاسب او الاهداف التي ينشئ من اجلها شتاني لين نقول نظرة تقييمية شاملة لعلها النظرة بالنسبة لي أن الميثاق اليوم أنه 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 لولا السلطات القائمة والشيطنة دائما للحركات الوطنية أنه كان اليوم يعود ميثاق موريتانيين كاملين متوافقين عليه ذاك اللي منهم في المعارضة وذاك اللي في الموالاة وذاك الأبيض منهم والأخضر واللي هو أي موريتاني اليوم قط الصنت والله شد أخبار والله شاف قضية الميثاق يقبلها قضية وطنية ويتبناها أنا اليوم قاعد معك ماني ألم أي موريتاني ضد القضية المطروحة في الميثاق لا شنو هي لونه ولا شنو انتمائه السياسي سنأخذ فاصل ثم نواصل لعله ليس ضد القضية لكن ضد الأساليب التي تتخذ من أجلها قصروا مشاهد الكرام نواصل بعده حلقة المشهد لهذا المساء لا تذهبوا بعيدا We'll be right back.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني والاخير من حلقه المشهدي لهذا المساء. ضيفي كما اسلفت الاستاذ محمد احمد سالم عضو المكتب التنفيذي لميثاق عاده التاسيس. اهلا بكم استاذ الفاضل من جديد. كنت سالتكم عن تقييمكم لاداء الميثاق على مدى 7 سنوات من عمله سواء جناحكم او الجناح الاخر. كيف كنت اقول لك لان بعد نوفي قبيل كنت اقول لك لان الشعب الموريتاني عنده متواضع كامل على مبادئ الوثيقه ولانه ما فيه موريتاني اليوم في اقصى نقطه من موريتان ما يفهم لان القضيه قضيه القبل والتهميش والاقصاء عن قضيه ما تاتى عندها اي مبرر، ما عندها اي مبرر. قلت كان مبررها لانها من نقص في التعليم والله انها من نقص في كذا، يعني ما تات عندها مبرر. وبالتالي كل موريتاني اليوم يعرف ان القضيه انها يلا تنحل زول بلي ما تات عندها مبرر. وهذا متوافقين اللي غير كيف قلت لك الان دائما تسال انظمه انها تعود تخلي لانه يعود ما يعود مطلب موريتاني انه يعود تقريبا اقتراحات والله يعود برامج سياسيه عندها هي اللي تصنعها وتشوف بها الزمان والمكان الوقت اللي يلا تتوخر كذا وتعدل كذا وتقول انها تعالج القضايا غير ما يقابل ان تعود القضيه معالجه عن طريق الشعب الموريتاني. وبالتالي الشعب الموريتاني اليوم يتعاطى مع قضايا الميثاق كامل. قلت لي كانوا ما راضي عن اسلوب ما نشاكه بلي هو شفت هذا مولي الفراق هذا الشقاقات اللي خلقت الميثاق عندها جانبين يقولوا سلبي ايجابيين اللي خلق لان هون ياسر من الناس يصور له لان دائما حد يلا يعود في صف المعارضه ولن يعود معارض وطوف ولن يعود بالنسبه له ما هو مفرق بين القضايا الوطنيه والقضايا السياسيه. وهمش من الناس ظاهر له لان القضايا الوطنيه انا يلا تقول حدها والقضايا السياسيه يلا تقول حدها، هاي الناس اللي ظاهر لها لان القضايا الوطنيه انا قضايا جوهريه ويلا تقول خاليه من الطابع السياسي، اليوم تجبر ضالتها في الميثاق اداه التاسيس لانه يتبنى الخط وعنده نفس ولهم الموالاه ولهم المعارضه. الناس اللي ظاهر لهم اللي لانها تعود ذاك اللي تعدل تعدله كامل في زي واحد والله ما بالضروره انه هم اللي عندها منبرها وعندها شي طريقه غير بعد ذلك كامل أنا ظاهر لي لأنه يصب لا في مصلحة الشعب الموريتاني وظاهر لي أن الشعب الموريتاني هو الوحيد اللي قد يحقق هاي المطالب وهاي الوثيقة اللي مطالب موجودة في وثيقة الميثاق. ذا النظام الماضي أو السابق الذي أسس الميثاق في زمنه تو ما ظهر لكم على قاع يقول البعض على أنكم مطالبكم اليوم والقضية اللي تبناه لم تعد مطروحة لأن النظام اعترف عن هناك مخلفات الرق ومعدل وكالة تضامن وعدل محاكم حتى للرق إن وجد وبدأ النظام بنفسه يتبنى القضية. معناها بقيت أنتم مطالبكم ما عندها موجب لأنكم أصلا كنتم تطالبوا لأن النظام يتغاضى أو لا يتجاوب مع القضية. القضية لما أصبحت متبنات من السلطة، السلطة تحاول معالجتها، تعترف أن هناك مخلفات الرق وهي هناك مشاكل في التعليم وهناك مشاكل في الولوج إلى الوظائف والسلطة تعترف بهذا وتحاول أن تعالجه وحتى أنشأت محاكم إن وجد رق. معناها أنتم اللي طالبوا به قاع ما تلف من الوجه هذه القضايا اللي طرحها البعض. النظام القائم. النظام السابق حتى. شفت احنا بالنسبة للنظام السابق ما يتعاطى مع جميع القضايا. كانت في وكالة تضامن هذه كانت في محاكم. يا قضية القضية ما هي قضية الوكالة. ولا هي قضية القوانين ولا هي قضية إنشاء المحاكم. القضية قضية ممارسة فعلية قرارات حقيقية على أرض الواقع لا يستفيد منها المواطن بشكل مباشر. نرى كان النظام مدة 10 سنوات تعليم تحسن عن السابق. احنا النظام ذي الوكالة اللي هي واللي نسند لها قضية التعليم وقضية ذي القضايا الاجتماعية اللي حكما أنا نقدر نقوله أن من أهم شيء اليوم يحتاجه المواطن التعليم والصحة. هاي الوكالة جميع البنايات وجميع الأموال اللي نفقت في المدارس وفي الصحة اليوم ما عندها أي جدوى اللي تجي لبليده وتقبض فيها 20 مليون و 30 مليون 200 مليون وتبني بها مدرسة من مكتملة فعلا تعود مدرسة في قرية تدير فيها مدرسة مكتملة وبالتالي ذيك القرية أودو ما عندها قراية ما هم قراية لحد الساعة ما قطوا قرا فيهم للمدارس وتجي القرى وتبني فيهم أداديات وتقول قاع البليدات اللي باني فيهم الأداديات بلدية تبني فيها أدادية ما فيها قاع مدرسة مكتملة وتبني طب في بليدة ما فيها قاع المواطنين ما فيها مواطنين اللي يعني ما فيه الاطباء يعني يقول كان هم طبيب واحد تجي تبني طب كبر مولانا يقير يعني همشي من الشعارات يقير الفعل ما هو الميثاق اللي يبحث عنه لان الامور تنقال عن تقول واقعيه احنا ما نبحث عن الشعارات لان النظام السابق جميع تعاطيه مع الامور
كان عكس ما يقول، ما اذا اللي يقول كامل اذا اللي عدل عكسه، حد يسمع اللي يقول في التلفزيون واللي يقول في برامج واللي يقول كامل، لان احنا بالنسبه لنا قضيه الرق الميثاق طرحها بشكل واضح وقال فيها وفي مخلفات الاسترقاق هذه اشنى من الرق بحد ذاته. احنا اليوم المشكله الوحيده اللي مطروحه لنا اليوم ومطروحه للموريتانيين كاملين قضيه التعليم وقضيه الصحه. حد اليوم قاس الداخل ما يشعر لانه في دوله بي للناس ما تقرا ولا عندها بلاش تداوى ولا هي ولا عندها الطرق ولا عندها شيء يسوى هو شنو يوحي لانها هي في دولته. وهذا طيلة 10 سنوات رئيس كان رئيس الفقراء وكان رئيس كذا يقول للاسف لو كان الميثاق واحد دقيقه واحده شاف واحد من الانظمه قال للميداني عدل ذلك في الوثيقة الميثاق، الميثاق يعلن عدل البيان ويعدل المؤتمر الصحفي ويعلن حل القضية، لأن احنا ما يشرفنا لأن نؤدوا نتكلموا بقضية شرائحية. اليوم نبقوا اللي يؤد لا يتكلم يتكلم شيء باسم الموريتانيين بصفة عامة، يا غير مازال مفروض عليك أنك ترائف شرائح من الموريتانيين مقصيين في الوقت اللي قدوده ما قاصيهم شيء. نحن ما قاصينا ضعف الامكانيات ولا قاصينا ضعف القاصينا انها حكومه تؤد جاده وظاهره لها لان المواطن الموريتاني ان يلا خيراته يوجهه له ينقل عنه بهذه المعاناه. وبالنسبه طيب كيف قرار تعاطي النظام الجديد مع القضيه وقد انشا وكاله تآزر بمبالغ ضخمه من اجل المعالجات معالجه هذه الاختلالات الاجتماعيه وهذه المخلفات؟ هذا 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 النظام هم اللي لجنه وطنيه لحقوق الانسان قال عنها تعمل منتهى الشفافيه ومنتهى الحريه ما تدخل السلطات في عملها وتقدم تقارير كانت في جوله ماضيه اتت بتقارير وقدمتها للسلطات وفي مقابله سابقه مع رئيس اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان قال انه يقدموا تقارير للسلطه وان السلطه تجاوب معهم وانها ما تتدخل في عملهم اطلاقا. شتاني الخو قايل لنا شي تخالق ان هنا شي من القضايا يمروا بهم بعض الانظمه والله يمروا بهم الحكومات. ظهر لي عنه هو شيء اقرب هو للاستهلاك من ان يؤدي دار من شت القضايا الموريتانيه اليوم ومشاكل المواطن الموريتاني ما تحتاج تقارير. لا احد اي مواطن موريتاني اليوم واي وزير واي حد يسوى شنو كانت مكانته يعرف مشاكل موريتانيا ويعرف الطريق اللي لين تقبلها الدوله لا تنحل مشاكل موريتانيا. ما تحتاج ذي منظمه حقوق الانسان وذي المراحل اللي نحن نعدلوا اذا ما يحتاج شيء. ما في حد اليوم ما يعرف قضيه التعليم شنو ولا في حد ما يعرف قضيه الصحه. هذا النظام بحد ذات بصفته ذي النظام يقد يقول جاب قيت وكالة التآزر وعدل قدر من التعهدات في برنامجه السياسي وهذا البرنامج نحن قطعا أن من الناس اللي جبرنا رئيس الجمهورية في أيام ترشحه وشدينا معاه في الأخبار وتبنى الطرح اللي هو وثيقة الميثاق وإلى أساس أنه البرنامج دعمناه الانتخابات الرئاسية. مازال جايكم انتم قاعد توجه لكم تهم اعلنكم هذه الحركات وهذه المواثيق حتى انجاز التعبير وهذه كلها عندها اهداف سياسيه شخصيه ما تخدم الحراطين بقدر ما تحقق مكاسب شخصيه لاصحابها مثلا هي مطيه للوصول الى المناصب السياسيه الى التعيين الشخصي والحراطين تم وضعيتهم وفهم تجارب كبيره فهم حركات تتحدث باسم الحراطين لكنها لا تفعل شيء من اجل الحراطين بينما قادتها ينعمون بالامتيازات الكبيره من تعيين وقصور وسيارات فارهه الى اخره. هذا اللي رئيسكم دعم النظام اللي هو الهنضية دعم الرئيس محمد صحيح صحيح احنا كي قلت لك قطينا جابرنا مع للرئيس ودعمناه غير شفت الميثاق كالميثاق الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للحراطين هذا الميثاق ما هو اللي دعم الرئيس محمد بن شرف قزواني غير خالق تيار ينقال له تيار ميثاق المواطنه برئاسه فعلا احمد فالو الهنضية وانا شخصيا كنت من بين الناس اللي جابرنا مع القزواني ودعمناه غير دعمناه على اساس برنامجه ودعمناه بوصفنا جماعات في تيار التيار الدعم ما كان باسم الميثاق لا هو تيار سياسي قالوا تيار الميثاق المواطنه تيار سياسي هو اللي دعم الرئيس محمد الشيخ القزواني ودعمه على اساس برنامجه. انكم فاهمين عن استاذ الهنضية اللي هو رئيس الميثاق على تاسيسه ورئاسته التيار فيه شوي من الضبابيه شوي ربما يكون هناك لا قد شوش على المواطن على الاقل والمتلقي هو هم رأس ميثاق دعم النظام لان احمد فال كرئيس للميثاق انه يبحث على اي شخص صوت والله اي شخص يقدر يقدم شيء في سبيل حل المشاكل اللي مطروحه للمواطنين انه يسعى المساءه وياك قد يحل هذه المشاكل دي وهو كان اللي مسعى منها. طيب قضيه الحراطين على مدى عقود كانت مطيه لمكان سياسي وتسويق الخارجي انا لحد الساعه ماني عالم قضية تربح كانت الناس تربح فيها أنا لحد الساعة ماني عالم
بأي مناضل من مناضلين هي لها حركات، راكب اليوم سيارات فارهة، والله ساكن في تفرق زينة، والله ساكن في الأحياء الراقية من أي بداية سوية شنية، أصلا من هذه من هاي القيادات اللي كانت تقود الميثاق، القيادات كاملة من بينها بعد قاع احمد فال الهندي الى حد الساعه اليوم ما زالت ظروفه لا اشبك ظروف انا وانت والله قاعد نقدر طيب. شبه شوي الان شو تسمح لي ان الا خفي في في قضيه في قضيه انا قلت لي قضيه قضيه انا قلت لي لان القضيه كنت سؤال سابق ده. سؤال سابق ذا قضية سياسية عنكم مكاسب سياسية لا لأن القضية فيها قضية مكاسب سياسية لا شفت هو القضية اللي دعمنا اليوم والقزواني على أساس برنامجه السياسي وعلى أساس برنامجه اللي لا يقود طموح وفي ذلك للأسف إحنا إلى حد الساعة اليوم عندنا لي شجارة كبيرة وعندنا لي ياسر من الملاحظات يغير ذيك الشجارة حد قرا البيان اللي اليوم اللي خال يامس مناسبه ذكرى 27 ابريل دور شو فيها لانهم ياسر من 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 ملاحظات للنظام ونختار ونقولوا للنظام بشكل مأهل النظام بشكل قد يقود ودي واخوي طيب الوقت ولا تسمح لي لاني لا نقول لك لان الى حد الساعه اليوم يقولوا انا من دار من كاسب وكذا لا نقول لان شفت هذه جماعه تيار اللي قالوا الميثاق جميع التعيينات وتقسيمات الثروه رأي قاع الناس اللي في الحركات والناس اللي تاجر لا تحضر تخلى قاع التاجر وتخلى عنها تودا إقير بعدين الناس اللي في النظام من شرايح الحراطين ومن شرايح الأخرى اللي مهمش في النظام ودائما النظام وتعرف لا دعم للنظيمة ما هم اللي شفنا لنا طيب نقطها أسف سيدي على المقطعة شكرا جزيلا لكم لا كل حال شاكر شكرا جزيلا لكم وراجلكم إن شاء الله التوفيق شكرا جزيلا مستوى أحمد سالم عضو المكتب التنفيذي لميثاق إعادة التأسيس شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة سعة صدر الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج المشهد نناقش فيها موضوع آخر إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.